عسلامة. عسلامة مش نحوي. الحمد لله لاباس. لاباس عايشك. قدمني روحك. أنا مواطنة تونسية نعيش في إيطاليا 44 سنة. ما شاء الله. الحمد لله غاديك سافا واموري باهية، ولادي يخدموا، راجلي كيف كيف، توا راجلي مخلص الانتريت. جيت لهنا نعمل في شو اسمه؟ انفورماسيون لبنتي نتاع ظوافر ونتاع تتواج خاطر غاديك غالي. الوضع بصراحة ما يطمنش. تونس؟ في تونس داخلة في حيط، مصاريف أكثر الخارج أكثر من الداخل، ناس ربي إن شاء الله يكون في عونها، ناس تعبة بالقدي بالقدي، الغلاية نتاع المعيشة، معناتها بلاد على الحيط، على الحيط على الحيط، من الآخر وعلى الآخر، هكا. من وقتاش البلاد ولات هكا مدام؟ من وقتاش؟ من اللي مشى الزين. بعد الثورة يعني؟ بعد الثورة دخلت البلاد في حيط. احكي لي على تجربتك خارج تونس. تجربتي خارج تونس والله. أسباب الهجرة مثلا. أسباب الهجرة خرجت معناتها في ظروف باهية برشا. عام قداش؟ عام 1983. يعني في إطار زواج ولا في؟ نعم معرسة وخرجت معناتها سافا وموري باهية، راجلي يخدم، جبت زويز وليدات، الحمد لله كبروا وترباوا أحسن تربية. ما شاء الله بنتي توا جيت عمرها 29 سنة نهز فيها نمشي تعمل في انفورماسيون نتاع ظوافر ونتاع حجامة نتاع رجال خاطر غاديكا في إيطاليا شوية غالية. مطلوبة المهنة هذه؟ مطلوبة المهنة هذه، الحمد لله هي تخدم انفرميرة، ولدي يخدم نسيت برشا بالعربي كيفاه باش نقول حسيلو سلداتوري سودير. الحمد لله رب العالمين، عايشين في ظروف طيبة برشا. جيت هنا نعدي في فاكونس، نندم وقت اللي نجي نعدي فاكونس. عاد مدام هكا توا بلادك هذه. اي بلادي الحقيقة نتاع ربي، الحقيقة واحد ما يهربش من الحقيقة، بلاد داخلة في حيط على الآخر. شنو المشاكل اللي تواجهها أنت كمقيمة بالخارج؟ كي تجي لتونس؟ هذه أول حاجة، باش تمشي تطلع ورقة ما عندك لا قدر ولا قيمة، يعطلوك بالجمعة وبالجمعتين، احترام ما فماش. اسال وين نجاوبك، ما فماش احترام، يقولوا الاولاد مشت تسرق، انا مانيش نشجع في الاولاد اللي تسرق وتحرق والكل، اما البلاد بصراحه لا فيريتا لا فيريتا داخله في حيط على الاخر، واحد ما يلقاش بشيخ وسيجار. ما نشجعوهمش على الهجره، خاصه الهجره الغير نظاميه. كيف يبدا سامحني، كيف يبدا واحد جيعان وما عندوش حق سيجار ويدخل القهوه يتهان ويدخل القهوه يتبهذل وما عندوش، بالطبيعه باش يعمل برشا حاجات، بلادنا فيها الخير الكل، بلادنا محلاها وتحفونا ومزيانه. أنت بقينا حقوق ما فماش، أو احنا نجيو من الخارج والكل ما عندناش حتى حق، حتى حق، ما كان مشيت بطاقة تعريف تتعطل، كان مشيت الورقة تتعطل، معناتها معاملة سيئة سيئة على الآخر. باش تحضر أوراق تبدا جاية مثلا على شهر ترسي لك شهرين. يعطيك الصحة، مشيت حق ومعلومة أخرى، مشيت باش نعمل الإنترنت، عملت قدمت في توبنيت، في توبنيت قبلوا وخذوه وخذوا رشوة وأمورهم واضحة والكل. قاطع 22 يوم وانا نستنى بالتليفون، ولا يسكروا عليا التليفون، نمشي للاداره ولا يتكلم معايا كلام زايد وناقص. في الاخر مشيت نحيت المدام وهزيت قبيته لهم وخذيت 100 دينار، وهذاك اللي اعطيته باش يجوا يزربوني ويعملوا لي الخيوط الكل ما فما حد شيء. وين نكلمهم يقصوا عليا التليفون، وين نكلمهم يعلقوا عليا التليفون. اليوم في تونس باش نقضيو قضيتنا لازم نعطيو جعاله؟ اي جعاله مازالت، اي وياخذوا جعاله وما يعملوش حتى شيء، اي جعاله مازالت، اي مازالت الجعاله، هكا واش باش نحكي لك يا اخي. هذا ما قضيتش قضيتك مدام؟ ما قضيتش، مشيت نحيت المدام ورجعته لهم، خذيت ال 100 دينار و 40 دينار مازالت، نعمل تليفون بالثلاثه بالاربعه مرات بالشوي استنى، تعرف اش عملوا لي؟ عملوا لي كيما التونسي اللي باع المنقاله للليبي. خذا الفلوس وخلوا اقف لهنا شد المنقاله، هاني ماشي باش نجيب الواحد السلوم نعطيك المنقاله، انا صار لي كيما كاكا. بصراحه عفت هالبلاد، عفت باش نجيها، ولادي زاد كيف كيف، ما عادش نحب نجي. ولادك يحبوا تونس ولا؟ كانوا يحبوا تونس، توا مع الوضع هذا مع المعامله نتاع كل شيء ما عادش يحبوا. عندك عندك عائله اكيد في تونس مدام؟ بالطبيعه عندي اخواتي. تجي على خاطرهم؟ عندي اخواتي، عندي امي مازالت حيه الله يخليها لي، عندي اخوه، عندي عائلات، ولاد عم، بنت عائله بالطبيعه، ونجي لاهلي وامالي، وتونس مهما
مهما يجرى ومهما يصير فيا ونتبهذل راني نبقى ديما نحبها تونس. كان انت مهاجره، انا في بالي عائلتك الكل غادي. عائلتي الكل غادي، عندي 5 بنات و5 اولاد، 8 منهم غاديك مهاجرين و2 لهنا. بصراحه نحبها تونس ونحبها نبقى طول عمري نحب بلادي ونحبها على الاخر. اما لا غالب وباللي يصير فيا وباللي نتبهذل وباللي يجرى فيا راني نبقى ديما نحب بلادي. وكهو معامله خايبه، تمشي باش تقضي حاجه تتهاني وتتمرمدي باش نحكي لك هذاك شنو باش نحكي يا اخي. اسالي واش مادام بديت هكا تصير معك مشاكل كي تجي لتونس؟ والله حتى من ايام زين العابدي زين بن علي والكل، اما مش بالطريقه هذه. المره هذه عندها توا 10 11 سنه من ايام الثوره، تبدلت كومبليتوم. ما عادش اقرب مشكله صارت معك كي جيت لتونس؟ جيت لتونس المره هذه تمشي تدفع فلوسك بربي نحب نحكي معاك. واحد يجي فاكونس بشهر ولا شهر ونص، يمشي يعدي منه يدفع فلوسه ويستنى المدام 22 يوم، شنو هي اللي بقاله من الفاكونس نتاعه وكيف باش يعمل؟ هذه بلاد هذه لا حول ولا قوه، وحسبي الله ونعم الوكيل. كل قداش مادام تجي لتونس؟ انا عم تجي مره مرتين ثلاثه، اولادي كبار ما شاء الله والكل، نجي نحما يجيو معايا ديما. اي هكا هما ما عادش يحبوا يجيو؟ ما عادش يحبوا يجيو. وبنتي قلت لها نعمل لك لهنا مشروع، نعمل لك حاجه كي حاجه صغيره، مش شكل المراه الغنيه تونس تونس. قالت لك لا ما نجم، والله ما نجموش تكلميهم كلام بالكدا يسبوك ويعايروك. هذا اللي عملت عنده، اللي عملت الدوموند نتاع المودام والكل، نهز تليفوني علق عليهم. بعد قال لي انا ما نحبش نحكي معاك، كيف تاخذ فلوسي وتقولي ما نحبش نحكي معاك؟ اعطيني مودام روحت للدار في النهار 5 6 دينار باش ندفعهم باش نتحصل عليه ويسكر عليا التليفون. بعد 44 سنه لو كان تجي فرصه انك ترجع لتونس ترجع ولا؟ اي انا نحب نرجع لبلادي. شو قلت لك انا مهما طول ومهما تعراض ديما تبقى بلادي. وقت نبدا في حلق الواد وانا خارجه من الديوان نحس بحاجه ما نعرفش كيفاه، حاجه كانك ولدك ام وطنيه بالطبيعه وطن. ونحب ولادي بلادي، الناس الشرفاء الناس الباهين. حس بعدك ولادك مستعدين انهم يعيشوا في تونس؟ لا 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 لا، وانا المره هذه كنت نضرب 3 و4 شهور، المره هذه قلقت على الاخر، نحب نرجع في اقرب وقت. متى جيت انت؟ عندي تو جيت 4 شهر اللي فات، شهر 5. شهر ونص. شهر ونص، شفت كان المعاملات السيئه وشفت كان المعاملات الخايبه، ما فماش حتى احترام وحتى اعتبار للانسان، سواء معناتها مع اللي عايشين لهنا ولا اللي عايشين لبرا. منين من تونس انت مدام؟ تونس من المروج. ايه قلنا زاد باش نحكيو على شبابنا اللي عايش في ايطاليا سون بابي. والله عايشين محترمين، فما ناس باهيه كل شو هي، ما تنجمش تحكم على هي العائله نتاعك اللي انت موجوده فيها، فيها الباهي وفيها الخايب. والله ربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب. والله فما وليدات محلاهم هما في تونس لهنا محلاهم، انا نتفرج في القفه والله العظيم يعجبوني برشا برشا، يرحم والديهم. ايطاليا ما زلت تخدم في نواره؟ مش برشا، اما فما اما برشا مش برشا، ويخدم اللي يلقى خدمه يخدم على روحه راه، فهمتني؟ واولادنا زاد باهين تحافن برشا، سواء في تونس سواء في الاوروب، مش الناس الكل خايبه ومش الناس الكل باهي، ويحبوا راهم يعيشوا مساكن ويحبوا يخدموا على رواحهم، وانا ما نشجعهمش على الحرقه وعلى كل شيء، اما الله غالب للضروره احكام. وضع خايب على الاخر على الاخر، سامحني ما يلقاش مسكين دينار باش ياخذ قهوه، يمشي يخدم امشي ويجا وامشي ويجا وامشي ويجا، يضربها بالعام وبالعامين وتقولوا اولادنا حرقوا واولادنا سرقوا تلزوا. الله غالب تلزوا، انا مانيش نشجع فيهم اما تلزوا بصراحه. شكرا مدام.